أعزائي المشاهدين، برحب فيكم ولقاء جديد وحلقة تحتوي على ثلاث وصفات كلها لذيذة وبسيطة وسهلة. نبتدي حلقتنا اليوم بعمل صفيحة ولكن بشكل مختلف. أنا حبيت أسميها صفيحة الصاج. نشوف مع بعض المقادير وبعد هيك خطوة بخطوة طريقة تجهيزها. صفيحة على الصاج: 2 كوب دقيق، كوب دقيق أسمر، نص ملعقة صغيرة ملح، ربع كوب زيت زيتون، كوب ماء، الحشو ملعقة كبيرة زيت، 500 جرام لحم مفروم، 2 عود بصل أخضر مفروم مع الأوراق، 3 فص ثوم مهروس، قرن فلفل أخضر مفروم، ملعقة صغيرة بهار مشكل، ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، نص ملعقة صغيرة كركم، ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة، نص ملعقة صغيرة قرفة، نص ملعقة صغيرة كمون، 2 ملعقة كبيرة دبس الرمان، نص كوب بقدونس مفروم. أعزائي المشاهدين، هالوصفة كتير طيبة للعشاء، للسحور، لرمضان إذا حبيتوا تحطوها برضو كنوع من المقبلات. هي تعتبر نوع من المعجنات. احنا كتير بنستعمل عجينة اللي بنسميها العجينة بالزيت، وهي من ضمن الأفكار اللي ممكن تستغليها لتجهيز طبق سريع. إذا حبيتوا تعملوها على السحور مع كوباية لبن شرب تبقى وجبة كتير كتير رائعة. نبتدي نجهز الحشوة. أنا عندي لحم مفروم ناعم حوالي 500 جرام، وطبعا الكمية بتقدروا تتحكموا فيها زي ما بدكم، بس يدوبك هالمقدار يعمل لي بحتاج شي 500 جرام. وعندي شوية بصل. عادة إحنا لما نعمل اللحمة أو بنقلبها بنحط بصل عادي، بس أنا اليوم حبيت أحط بصل أخضر لأنه طعم الورقة الخضراء مع البصل، لأنه طعم الورقة الخضراء مع اللحمة عم يعطيني طعم زي الكرات وزي المطبق والأكلات هذه، فبتبقى كتير لذيذة مع هيك وصفة. فجربوا. إذا ما عندكم بصل أخضر ممكن تستعملي البصل العادي. خلينا نبتدي نجهز أول إشي الحشوة. أنا هحتاج أحط البصل على النار، ممكن أحط ملعقة كبيرة من الزيت أو ممكن على طول هي القلاية ناشفة أبتدي أشوح اللحمة. هحط حوالي معلقة من الزيت وأبتدي أشوح اللحم. في حال حبينا نحط زيت أو ما حبينا، هو فين بقدر أنا أقرر هذه المرحلة أو ما مدى أهمية أضع الزيت أو لا؟ على حسب نوع اللحم اللي عندك وعلى حسب الدهن اللي فيه. أنا اللحم هذا عندي صافي، فعشان هيك حبيت أضيف شوية زيت. حبتدي أشوح اللحم لغاية ما يتغير لونه عندي خالص، ويكاد يكون استوى خالص. يعني هيك اللحم المفرومة ما بتأخذ أبدا وقت، على نار قوية كتير. بالطريقة هذه عندي النار القوية بتخليني بسرعة أتخلص من هالسوائل اللي بتطلع من اللحم، بس ألاقي اللحم نشف عندي شوي أبتدي أضيف البصل. هذا التجهيز المسبق للوصفة هذه، ومش بس للوصفة هاي أخواتي. إذا بتحبوا موضوع تجهيز اللحمة وخصوصا في رمضان، إحنا بنستعملها في العديد من الأطباق. يمكن يوميا بنحتاج لحمة مقلبة للمكرونات، لبعض أطباق المحاشي، للسمبوسك. فإذا بتحبوا ممكن تجهزوا اللحمة وتحطوها بالفريزر، وقت اللزوم بتطلعوا المقدار اللي بدكم إياه. حضيف البصل حوالي 2 إلى 3 عود من البصل، وححتاج أضيف الفلفل والثوم، الفلفل الأخضر أنا كتير بحب أستعمله، ما بيحرق بس يعني كنوع من الطعم. يبقى حضيف الفلفل وحضيف الثوم. طبعا في حال حبيتي تعملي تقليبة اللحمة اللي هي بس مجرد لحمة وتحطيها بالفريزر، ما تضيفي الثوم، بس منضيف اللحم والبصل. وبعد هيك على حسب الوصفة، إذا فيها إضافة ثوم تقدري تضيفيه وقت اللزوم. ولكن صدقوني في رمضان كتير بتكسبوا وقت إذا جهزتوا كمية من اللحمة وخليتوها جاهزة عندكم.
هلأ اللحمة تعتبر عندي استوت، هخليها على جنب، وممكن في المرحلة هاي اللي بس تبرد تماما زي ما قلنا نخليها بالفريزر وقت اللزوم. وخليني أبتدي هلأ أجهز العجين. قبل العجين خليني أتكلم عن الصاج اللي أنا هستعمله اليوم في خبز الصفيحة. الصاج عبارة عن قطعة من المعدن تبقى أو الحديد تبقى سميكة بالشكل هذا، ممكن تبقى مجرد حديدة وممكن إذا حبيتوا تلاقوها على شكل قلاي، الاثنين بينفعوا والاثنين بتقدروا تشتغلوا فيهم. هاي بتنفعني بكتير أوقات لعمل القطايف، لعمل بانكيك، لعمل المخبوزات اللي هي زي الصاج أو زي الخبز الهندي. هاي بنفس الطريقة، نوع آخر من القليات. هل موجود عندك بتقدري تستعمليه، ولكن أتأكد إنها بتبقى عندي إلها سماكة على الأقل حوالي نص سنتي. أنا لبين ما بجهز شغلي ممكن أبتدي أخليها تسخن على النار عشان بعد هيك أشتغل فيها. نتكلم شوي عن العجينة. العجينة طبعا إحنا ممكن يكون عندنا تجهيز مسبق، إحنا طبعا تنسوش ما بهرنا لسه اللحمة، فحخلي كل البهارات هذه على جنب ونبتدي نجهز العجينة. العجينة كتير بسيطة مكوناتها، هحتاج ملح، شوية زيت زيتون، مي، وطحينة. بالنسبة للطحين، أي نوع طحين بتحبي تستعمليه، إذا عندك طحين أسمر أو طحين كامل أو طحين أبيض، أو تخلطي ما بين النوعين على حسب ما بترغبي. يبقى حبتدي أضيف مقدار الطحين، وزي ما تعودنا مقدار الطحين ما بنضيفه كله في البداية، بنضيف على حسب الاحتياج. العجينة هاي بتحتاج طبعا وقت ترتاح. خلوا بالكم أني أنا ما عندي هون خميرة زي ما إحنا متعودين، هذه مش عجينة خميرة، هذه مجرد العجينة بخليها ترتاح، مجرد أني أنا بضيف فقط ملح. يبقى أنا أضفت كوب من الطحين الأبيض، وحبيتوا تحطوا كوب أو نص من الأسمر على حسب ما بترغبوا. حطينا 2 كوب، وحبتدي أضيف الملح. الملح هون يعتبر هو المادة اللي حتفتت لي العجينة وتدوبها، والعامل الثاني اللي حيساعد على إنها تدوب اللي هي إنها ترتاح طبعا، وهذا كتير مهم، عشان هيك لازم نكون عاملين حسابنا ووقتنا. حضيف حوالي 1/4 كوب من زيت الزيتون. إذا ما بدكم تستعملوا زيت الزيتون ممكن نستعمل زيت الذرة عادي، أو نخلط ما بين النوعين، وممكن إذا حبيتوا زبدة، أي نوع من الدهن أو زيت دوار الشمس اللي بتحبوا. حبتدي أضيف المي وأشغل لغاية ما تتكون عندي العجينة. العجينة صارت هلأ جاهزة عندي. نشوف طريقة التخمير تاعتها. زي ما قلنا احنا أساس العجينة عنا الزيت، فأنا ححطها في مقدار من الزيت، ونخلي بالنا في حال حبينا نستعمل زيت زيتون أو زيت ذرة. زي ما قلنا في نفس العجينة بقدر أنقعها بزيت الزيتون أو الذرة. بنلاحظ إنه العجينة بتبقى طرية عندي بالشكل هذا، ما بتحتاج إني أعمل فيها أي شيء، مجرد إني ححط هون شوية زيت بس في أي صينية كبيرة، وأبتدي أقرص العجينة إلى أقراص، أحطها بالزيت على الناحيتين وأسيبها، وهكذا أكمل هالشغل عندي في كذا مرة بالطريقة هاي بالزيت. بس مجرد لحظة أنا بحطها ببلها وبقلبها على الناحية الثانية، ونفس الطريقة لغاية ما طبعا أخلص كل المقدار. بعد هيك بغطيها وأسيبها لحوالي ساعة، مش شرط مكان دافئ، عادي درجة حرارة العادية. هخليها جنبي ونبتدي نشوف طريقة تجهيز العجينة. أنا عندي عجينة مرتاحة ممكن نشتغل فيها، هخليها جنبي. عندي كم قطعة هون، والطحين خلاص إحنا مش هنحتاجه، هنحتاج البهارات والمكونات اللي هنكمل فيها زي ما شفتوا الحشوة. الحشوة هلأ جاهزة عندي، هخليها جنبي. هخلي الحشوة عندي جاهزة، وأضيف شوية دبس الرمان
بيعطيني طعم كتير لذيذ. وهلأ تشكيلة البهار على حسب ما بتحبوا، إذا حبيتوا تغيروا فيها، أنا عندي رشة ما بدي أكتر أنا يا جماعة من البهار، رشة من البهار المشكل ورشة خفيفة بس من الكركم. الكركم بيعطيني طعم كتير لذيذ. ونخلي بالنا كل ما كانت البهارات دائما فريش أو طازة كل ما كان طعمها أطيب. هحرك الحشوة مع بعضها، هيك تعتبر عندي جاهزة. بيضل عندي إضافة البقدونس الأخضر، بيعطيني طعم كتير كتير طيب. نوزع البقدونس، والصاج عندي أنا حطيته على النار يبتدي يسخن، ونبتدي نجهز العجينة. هلأ بحتاج برضو شوية زيت يكونوا معي، خليني هاي دائما نحافظ على عجينة مغطية، خلوا بالكم. أنا حاخد بس قطعة صغيرة، ونحتاج طبق أو أي صينية اللي موجود عندك تبقى مفرودة أو واسعة عشان أرتاح في التشكيل. هنحط زيت زيتون، هخلي زيت الزيتون جنبي طول ما أنا بشتغل، لأني بحتاج أني أبس العجينة أو أفردها بزيت الزيتون. باخد قطعة من العجينة وأبتدي أضغط عليها بإيدي. لاحظوا أني كل شوي ببل إيدي بالزيت، أحاول أفردها بالطريقة هاي، وخلوا بالكم بضلني كل شوي أشيلها وأضغط عليها لغاية ما ألاقيها صارت عندي رقيقة. أنا ما في داعي أخليها رقيقة كتير، أنا بدي أعملها فقط الحشوة في الوسط. هبتدي أوزع الحشوة بهالطريقة، وما نكتر حشوة، مجرد كمية بسيطة. هقفل العجينة بالطريقة هاي وأضغط عليها بهالطريقة، هخليها جنبي وأبتدي أعمل واحدة تانية. برضو بس أحط واحدة تانية بحتاج رشة خفيفة من الزيت، ما في داعي نكتر. أنا مش بقصد أنه نكتر قد ما بقصد أنه تضل العجينة مرطبة بالزيت. يبقى هنحط برضو شوي من الحشوة، وتبقى فقط على نص العجينة، وأقفلها بالشكل هذا. أضغط عليها بطريقة هاي، أتأكد إنها العجينة صارت رقيقة. لاحظوا هالضغطة هذه كتير مهمة. خلينا نحطهم جنب بعض ونشوف كيف بدنا نشويهم على الصاج. الصاج يكون عندي حار وسخن، وزي ما قلنا أي نوع من الصاج بقدر أستعمله. هتأكد بس الحرارة ما تبقاش لا عالية كتير ولا واطية كتير. طبعا أول واحدة أو اثنين بتقدر أنت تزبطي نسبة أو ارتفاع النار على حسب ما بتشوفي مناسب. هحط العجينة بالطريقة هاي، وأبتدي ببساطة. أنا ممكن بإيدي، ما تخافوا، هي بتبقى سخنة ولكن ما تقلقوا خالص. أضلني أقلبها بالطريقة هاي. ممكن ناخد سباتيولا عريضة وأبتدي أقلب بالشكل هذا. طبعا أتأكد 100% هي صح العجينة عندي رقيقة كتير، ما بدي إياكم تكونوا قلقانين، ولكن لابد أني أتأكد أنها استوت من الداخل. وكل حوالي 3-4 ثواني أقلبها بالطريقة هاي لغاية ما تأخذ اللون الذهبي الحلو. في ناس بحبوا يحمصوها أكتر، ممكن تحمروها كزيادة شوي على حسب ما بترغبوا. وطبعا هذه الحشوة اقتراح من عندي، إضافة البصل الأخضر مع اللحم، ولكن ممكن تغيروا بالحشوة اللي بتحبوا تستعملوه. ممكن تحشوها دجاج أو أي حشوة تانية. يبقى عندي الصاج هيك جاهز. زي ما شفتوا الفكرة كتير بسيطة وسهلة وطيبة، تتاكل سخنة. خلينا نشوف طريقة التقديم. قلبنا اللحمة، أضفنا البصل الأخضر والثوم،
وبهرناها، أضفنا البقدونس، جهزنا العجينة بخلط مكوناتها مع بعض وسبناها ترتاح، فردنا العجينة، حشيناها وشويناها على السطح.